ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الخير مشاهدينا، حلقة الليلة من برنامج مع الناس غادي نعيشوا من خلال حكاية بحال حكايات كثيرة لفتيات اللي تقوموا بمجموعة الأشياء، مجموعة التضحيات والتنازلات بدافع الحب. أحيانا تقدر تعرضهم للمساءلة القانونية في البلد ديالنا بحال موضوع المساكنة. فغادي نعيشوا حكاية فتاة اللي عاشت مع واحد الرجل لمدة سنين وكأنها الزوجة ديالو باش تصدم في الأخير بأنه تزوج بغيرها. غادي نعيشوا هذه القصة مشاهدينا، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. هذه الصور مشاهدينا ديال الحكايه اللي غادي نتابعوا التفاصيل ديالها اليوم من حكايات كثيره تتوقع لواحد العدد من الفتيات، وبعض المرات فيها بعض الامور اللي ما تنظنوش انها ممكنه في البلد ديالنا. فغادي نشاهدوا هذه التفاصيل هذه اللي غتحكي لنا السيده اللي عشتها نهيله. اهلا بك لاله نهيله. اهلا بك لاله عزيزه، شكرا على انك جيتي باش تقتسمي معنا هذه القصه هذه. حنا غادي نعرفوا السبب اللي خلاك تجي عندنا في الاخر ديال هذه الحلقه، ولكن الحكايه ديالك نهيله نعاودوها للناس بوجه مكشوف ولا نخليوك مخبيه؟ لا مخبيه من ناحيه العائله ديالي. كاين شي حوايج ما فيهم ما يتقال. تقال. غادي نقتسمهم هكذا مع الناس. نهيله نتعرفوا عليك بعدا، شكون هي نهيله؟ كيفاش كبرتي؟ يعني قبل ما نهضروا على المشكل في حد ذاته. نهيله انا ماشي بنت الدار البيضاء، انا بنت مدينه خارج الدار البيضاء. جيت خدمت في الدار البيضاء، خدمت في صندوق الطابل، وتعرفت على واحد السيد. قبل يعني باش نتعرفوا عليك نهيله، شكون نهيله؟ فين كبرتي؟ كي دايره الوسط العائلي اللي كبرتي فيه؟ اشنو قريتي؟ شنو كانت الطموحات ديالك؟ قريت كنت عايشه في مدينه برا كازا، ماشي من مدينه الدار البيضاء، ومن عائله متفتحه. حسيت براسي كبرت، بغيت نعتمد على راسي. خرجت هذيك بحكم هذيك المدينه اللي انايا نسكن فيها ما فيهاش فرص الشغل بزاف، قلت الدار البيضاء هي اللي غادي فيها فرص الشغل، وجيت باش نعتمد على راسي. هكذاك يعني ما كانش اعتراض ديال الاسره ديالك ولا؟ لا معتمدين عليا زعما صافي قاده على راسي. يعني بالنسبه لهم قريتي تخصك تقلب على راسي. تكملي الطموح ديالك. شنو قريتي يعني؟ كان عندك شي تخصص معين ولا؟ لا ما خديت، عسقت في الباك وما كملتش. صافي قلت نجي يعني نخدم في وتجي باش تخدمي؟ باش نخدم. شحال كان في عمرك فاش جيتي للدار البيضاء؟ بقيتي جالسه واحد الفتره منين ما عاودتيش؟ جالسه واحد الفتره. ما عاودتيش الباك ديالك؟ لا ما عاودتوش. علاش؟ ما صافي قلت سقطت ما نعاودوش. هو حتى دابا باقي الحال. وا بنتي واتي فين غادا بهذا الشيء؟ والله يهديك، وقدك راه تزوجوا وداروا الاولاد ولاو مسؤولين على عائلات. ماما راه ما يمكنش، انا باغا نعيش حياتي، باغا نسافر، باغا ندور، باغا نخرج، باغا نتسارى، راه باغا ندير داكشي اللي بغيت. وا بنتي راه المراه اصلها دارها، هاتي خرجتي، هاتي درتي، هانتي درتي هادشي كامل اللي قلتي، ايوا في الاخر دارك وراجلك ووليداتك. شتي ماما اللي كتقولي فيه كان في زمانك انتي مع با، اما دابا راه وقت اخر، انا باغا نعيش حياتي. انا بصح قريت وما خديتش الباك، ولكن ان شاء الله انا غنحقق داكشي اللي بغيت. واش تي غتصطيني؟ قولي واش غتصطيني؟ كيفاش غتحقق هادشي وتيا الليل وما طال وتي شاده داك المشقوف؟ ما تنعسي حتى الصباح وما تفيقي ليا حتى الظهر، وديري داكشي في ودنيك. واخا شنو بغيتيني ندير؟ شنو ندير؟ هانتي بنيتي ديري باك حر ياك؟ ديري التكوين المهني، قلبي على خدمه زوينه، ونوضي ليا من هاد الناموسيه، راه ولات طالبه منك الشرع مسكينه. دابا ماما انت كيحسب لك ساهل ساهل، لقى خدمه في مدينه بحال هادي،
وزيدون انا يا ماما صافي القرايه طلعت لي في راسي ما يمكنش انا نمشي نعاود نقرا من الاول صافي. لا لا عرفتي اش غديري بقاي نعسه في الناموسيه هما غيجيو يقلبوا عليك حتى تلقى الدار ويدقوا عليك نوضي بنيتي تخدمي ونوضي تقعدي ديري شي حل لراسك. صافي ماما راه بزاف هاد الشيء مالك على هاد الشيء كامل الضغط وما عرفت شنو صافي. إذن الإنسان بشكل عام هو دائما يسعى أو يطمح إلى تحقيق النجاح، والنجاح يعني من خلفه نتوقع أو نريد مجموعة من الشروط من أهمها التحدي، مواجهة الصعاب بكافة أشكالها سواء الصعاب النفسية أو الجسدية أو العضوية أو المادية إلى غير ذلك من الأشياء، لأن النجاح لا يتأتى بالصدفة بل يتطلب استحضار مجموعة من المقومات ومن الشروط، من أهمها هو تخطي كل ما من شأنه أن يعرقل حياة الفرد أو حركة الفرد في تحقيقه للنتائج التي يريد أن يتوصل إليها. جيتي للدار البيضاء؟ جيت للدار البيضاء بحكم الفرص ديال الشغل في الدار البيضاء. هكذا بحالاش مثلا شنو هاد فرص الشغل اللي تقترحات عليك؟ قلت نخدم مثلا هي الاكثريه صند دابيل هي اللي كتكون لي صند دابيل هما اللي كيكون مرتاح فيهم هما اللي كنتي بغيتي تشتغلي فيهم ولكن لي صند دابيل يعني خصهم كفاءه عاليه يعني اكثر من الباك. لا لا كيقبلوا بنيفو باك. بنيفو باك هكذا دونك انت كتشتغلي فيه عارفه الوغ خدمتي في ان صند دابيل بسهوله واش حتى لقيتي الخدمه عاد جيتي للدار البيضاء ولا تجيتي؟ لا لقيت الخدمه كانت التواصل ديالي مع واحد صديقه في فيسبوك من الاصدقاء ديالي هكذاك صافي بدينا كنهضروا شنو كديري شنو هادي انا في واحد المدينه عكازه هادي قالت لي علاش ما تقترحيش صيفط لي السي في ديالك والمسائل ودفعات لي وتقبلت جيت للدار البيضاء لا تقبلت في الخدمه عاد جيت للدار البيضاء هكذاك دونك جيتي ماما فينك؟ ياك لاباس خلعتيني اشنو كاين؟ وفرحي فرحي لقيت خدمه في واحد صندوق دابيل في كازا. واش قلت لك هاد الخبر؟ دابا انا كنت دافع السبي ديالي لواحد صاحبتي كنت عطيها ليها باش لقات شي خدمه تدفعوا ليا. ايوا صافي هي عطاتو ليهم وعيطوا عليا. الحمد لله يا ربي الحمد لله سهل عليا سيدي ربي. وبنيتي الله يرضي عليك ديري شي خدمه زوينه قلبي عليها وديري شي حرفه تنفعك غتمشي لكازا وبوحدك ما غتخافيش. علاش غنخاف؟ اجي بعدا شنو هاد صندوق دابيل؟ ما نعرف ما عرفتش المهم انا الدريه قالت لي جيت خدمي وانا غادي نمشي نخدم صافي هذا ما كان. واش غديري دابا؟ غادي نجمع حوايجي غنشد الكار وغنمشي نخدم. ياك كنتي كتقولي لي جمعي راسك وانا جمعت راسي شنو بغيتي صافي الحمد لله يا سيدي ربي الحمد لله سهلتي عليا الحمد لله. والله يجعل ربي بنتي يسهل عليك هادشي اللي بغيت لك. امين يا ماما دعي معايا دعي معايا الله يجيب لك اللي فيها الخير. امين. كيفاش دابا سخيتي بنتك الوحيده صافي سخيتي بها؟ يا الهبيله واش كاين شي واحد كيسخب بنته؟ لا انا شحال عندي منك 10 انا بغيتك ديري دارك هنايا وتحققي احلامك هنا وتزوجي وديري وليداتك وانت انا نفرح بك. وصافي يا ماما دعي معايا وصافي دعي معايا ان شاء الله يكون غير الخير صافي. الله يجعل ربي ييسر لك واخا ما سخيتش بك. انا ماما اللي يخطيك تهلاي في راسك. الانسان بشكل عام حينما ينتقل او حينما يستقر بحاله في مجال اشتغاله بشكل عام ينبغي أن يتخلى عن الأشياء التي كان يتوفر عليها مسبقا في تنشئته الاجتماعية مع الأسرة التي كان يعيش معها التي كانت تتوفر له أو كانت توفر له كل متطلبات الحياة سواء في الدراسة أو في المعيشة أو في الحياة اليومية بشكل عام. لذلك فحينما يستقل أسريا فينبغي أن يتخلى عن هذه الاتكالية التي كان يتمتع بها مع أسرته وينبغي أن يتسلح بالشروط القويمة الإنسانية التي تجعل منه إنسانا مستقلا ليس فقط ماديا فحسب بل في كل مناحي الحياة سواء الأسرية أو الاجتماعية أو العملية بشكل من الأشكال. كانت العائلة في الدار البيضاء؟ لا ما عندي حتى واحد. كريت مع واحد البنت كان يعني لقيتو الكراب سهوله حيت قلنا فوالا فهاد لا ملي جيت خدمت لقيت هاد السيده اللي قلت لك كان تواصل معها اقترحت هي بنت الدار البيضاء عايشه في دارهم اقترحت عليا واحد السيده كاريه بوحدها قالت لها قالت لي هاد السيده راه جايه وهادي الا بغيتو تولوا تقسموا الكرا وهادي تكون معاك عرفتي لا كولوكاسيون مع شي وحده اللي كتشتغل معاك. اهلا سلام كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. الله يكبر بك. الحمد لله الحمد لله. باقي جديده معانا في الخدمه شفتك في الصباح قلت لك جديده انت. اختي باقا جديده دابا بغيت نسولك الا كان ممكن الله يعطيك الستر. مرحبا ماشي مشكل راه انا اللي دويت معك البارح في التليفون ما عرفتش واش عقلتي ليا ولا لا. صاحبتي خديجه عطاتني النمره ديالك وقالت لي نهضر معاك قلت لك اختي غير تعاونيني الله يسهل عليك.
وي عرفتك هضرات معايا عليك، راه صيفطات لي حتى صويرتك داكشي علاش عرفتك. مرحبا. واختي انا راه عاد جيت للكازا اليوم وكنقلب على الكرا والله ما عرفت يا اختي منين غادي نبدا. الا كان ممكن اختي تعاونيني. ماشي مشكل غيكون عندك الزهر. تخيلي كانت معايا واحد البنت كاريه خرجت على البارح، الا عجبك الحال بغيتي تكري معايا مرحبا بك، وليني نشوف المحل بعدا اللي عجبك. ودي اختي انا مازال غادي نتشرط. واخا نمشيو. يلا ربي يخليك. مرحبا بك. يلا ربي يخليك. مرحبا بك. دونك تعرفتي على شي واحد؟ شنو يعني الغرض الزواج ولا؟ انا ما كانش عندي فكره الزواج هذيك الساعه. انا باغا نعيش الحياه. يعني انت بنفسك يعني هذا الموضوع ما كتعرفش عليه مشكل؟ لا ما كانش عندي كاع. تعرفت عليه قصه حب، باغا نشوف الدار بيتا كي دايره، باغا ندور، باغا نخرج، باغا ما بغيتش ندخل لديك الدوامه ديال الزواج وهذا هكذاك. دونك هاد السيده اللي تعرفتي به كنتوا كتخرجوا؟ كنا كنخرجوا، كنمشيو للسينما، كنمشيو للقهوه، يعني دخلنا في علاقه حب. صافي اقترح عليا قال لي علاش ما تبقاي ساكنه مع البنت؟ علاش انايا كنا ساكنين مع هذيك البنت وهذيك مولات الدار اللي كنا ساكنين بحال الوقت يعني كتدخلوا كتخرجوا انت والبنت بالوقت وهادي. انت كتبغي تخرجي بالليل؟ بغيت نخرج بالليل، كنت كنتعطل معاه ولا شيء. قال لي عرفتي اش غديري؟ واحد الاقتراح نقول لك، انا راه كاري واحد الدار جي سكني معايا، هو ولد الدار بيضاء ولكن استقر بوحدو. اختي نهيله ممكن تطفي داك الضو؟ عرفتي راه حنا عيانين صاحبتي، راه عندنا الخدمه. ولي يا اختي سكينه ما بانتش لك اختي ديك مولات الدار محكر علينا اختي شويه حاضينه في الدخول والخروج. سولني عليها انا، انا اللي نعلى الشيطان حيت ما عنديش الوقت نقلب على الكره. كانوا معايا كارين جوج البنات صحاباتي خرجوا بسبب النقر ديالها. ويلي اختي العار ما سمعتيهاش البارح اش كنا داخلين شنو قالت ليا؟ الا لا عندك حساب الكراسك راه عندنا السيبه هنايا، راه الدخول في الوقت والخروج في الوقت. واش هذه حلقه؟ واش كيحسب ليها حنا هنايا شنو كنديروا؟ حنا بنات الناس. اش غادي نقول لك؟ كنعرفها مزيان شلاه بيا هذيك السيده. اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله معاها. تخيلي داك النهار دخلت علينا حتى للبيت كتغوت وكتنقر، قالت لك حقه ما حقه نسينا الضو شاعل بنهار. ويلي اختي بزاف، ياك ما كيحسب ليها حنا عبيد هنايا ولا شنو؟ غنمشيو من الدار للخدمه، من الخدمه للدار. يا اختي حتى حنا بغينا ننفسوا على راسنا شويه، حتى حنا اختي بغينا نخرجوا مع الحبان، حتى حنا اختي بغينا ندورو. ويلي اختي بزاف. اش غادي دير؟ تفتفد والله القاسم غندوي معاك ولا تفرح عيانة مدكدكة؟ تفدون على الشيطان، الله يدير شي تاويل تاع الخير حبيبه ديالي. اختي سكينه نقول لك واحد الحاجه، انا اختي ما نصبرش ليها، انا غنمشي نقلب على الكرم، عندي ما ندير انا بهذا الشيء والسطا والمشاكل، ماني على حالتي. ايوا قلنا لك على الشيطان وطفي الضو خلينا نعسوا دابايا. خلا ماشي وقت الحتي، تصبحي على خير. ناسي ناسي. وطفي الضو. وصافي انا غنطفيه. في بعض المعاملات الاجتماعية في الثقافة المغربية بشكل عام نجد أن هناك مجموعة من السلوكات المتوارثة التي ما زلنا نحافظ عليها إلى حدود اليوم، وهو الخلفية الثقافية للأفراد بشكل من الأشكال. من أهمها مثلا بعض المعاملات التي قد تكون معاملات اجتماعية أو معاملات مادية أو ما شابه، حيث نجد مثلا بعض الأسر التي تمتنع عن كراء أو رهن بيوتها للشباب أو الشابات بشكل عام الذين يعيشون بشكل متفرد أو منفرد، خوفا من مشاكل مستقبلية قد تطرح مع هؤلاء بمبرر بسيط، هو أنهم يعيشون نوع من الاستقلالية، وبمعنى أن الطرف الآخر غير موجود، الزوج أو الزوجة، وبالتالي نجد أن الفتاة أو المرأة بشكل عام تجد صعوبة كبيرة جدا في الحصول على محل للكراء رغم توفرها على السومة الشهرية ورغم توفرها على كافة الشروط والمقومات التي تسمح لها بكراء هذا البيت أو ذاك، وخصوصا هذا المشكل متفشي بكثرة في الأحياء الشعبية التي تمتاز يعني بأثمنة في متناول الأسر التي تتوفر على دخل محدود أو بسيط. بغيت نعرف من قبل هو منين اقترح عليك هذا الاقتراح؟ يعني واش جاك عادي ولا يعني كيفاش خديتي الأمر؟ حيت بون كاين بزاف ديال البنات ما غاديش يعجبهم الحال، يعني لا خصك زواج، هادشي اللي كنعرفو يعني في التقاليد ديالنا. هادشي اللي كندير كنعقل الصغور انا، ولكن انت ما كانش عندي هاد الفكره. شنو كان غرضك ملي غتمشي تسكن؟ غرضي كنقول مثلا غادي نخرج معاها نشاط وضحكي وندخل لا، ومثلا كنت كنبقى معاها حتى 10 الليل كنقول لا اش غنرجع للدار، الا سكنت معاها غنبات وغندير يعني ندمت على هاد الحوايج وهاد المسائل. يعني غتعيشي معاها كزوجه؟ اه وكنا كنعيشو كزوجه. هاد المساله اللي كنسميها المساكنه ولا الكونكوبيناج نورمالمون ما عندناش حنا في المغرب، يعني ما عشنا بحال اوروبيين.
هكذا آه. هو كي داير العقليه ديالو عادي آه العقليه كيبغيني كنبغيه هادشي اللي عايش لا يعني من متفتح متفتح عادي حيت بون تفتو حاجه وانا هادشي اللي كنتكلموا عليه حاجه اخرى واخا اهلا كي دايره بخير لاباس عليك الحمد لله الله يخطيك انت جديده معنا هنايا اه باقا جديده واكش بان لي ديما بوحدك حسيت ديما كنشوفك بوحدك بصراحه كتب الله عمرها دار الله يحفظك الله يكبر بيك كنت بان لي مقلقه مالك ياك ما عندك شي مشكل ولا ما عجبكش الخدمه وراه خصها تعجبك لا بالعكس خدمه عجباني شنقول لك بنادم ولي ما عجبنيش علاش مالك ياك ما كاين باس فتحي عليا قلبك دابا الدار اللي كاريه فيها كاريه انا وصاحبتي مولاتها خايبه ما مزياناش وانا ما باغاش نوصل انا وياها شي مشاكل وما باغاش نوصل معها للصداع انا اصلا جايه هنايا غير باش نخدم على راسي ونخدم على دارنا ما قاده على كوميساريات ومحاكم الله 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 لا هذا الوجه هذا وجه الكوميساريات والمحاكم علي حوجك اختي ولكن انا عندي لك واحد الحل اخويا اللي هو دابا انا ساكن الراسي شبان لك تجي تسكني معايا وتهناي من هذا الصداع هذا انا ساكن ومن هنا جيت ونسيني شبان لك شغنقول لك ما عندك ما تقولي لي انا هز الطوموبيل ديالي ندير لك الحوايج بعدا للدار تشوفي الدار ونجلسوا ونهضروا هذيك الساعه ما يكون الخير واخا ان شاء الله واخا مزيان يلا عرفتي دابا مع الخدمه و... في مساله الاختلاط في اليومي ان صح التعبير في المجتمع المغربي عرف يعني تطورا ملحوظا سواء الاختلاط في مقاعد الدراسة أو في مقاعد في الجامعات بشكل عام أو حتى في العمل هذا يعكس نوع من الحداثة ونوع من الرقي ونوع من التصالح مع الآخر بشكل من الأشكال لكن أحيانا هذا الانفتاح يخرج عن قواعده الأصلية القائمة على الاحترام وعلى المودة وعلى الاعتزاز إلى آخره من الأشياء فيكون أحيانا مضرا ومبالغ فيه خصوصا بالنسبة للمرأة أو للفتاة بشكل من الأشكال في مسألة مثلا في اللباس في مسألة القيام ببعض السلوكات أو السهر الليلي إلى غير ذلك إذن هذه الأشياء هو انفتاح إيجابي وجميل لكن في بعض المناسبات يكون سلبيا على المرأة وعلى سمعتها وعلى سلوكاتها مما يطرح لها مشاكل مستقبلية ليس فقط مع الطرف الآخر الذي تكون معه على اختلاط بل أيضا حتى داخل الأسرة أو المجتمع لأن ما زلنا نحن في يعني مجتمع محافظ مجتمع إسلامي إلى غير ذلك من الأشياء وبالتالي تهمنا هذه التفاصيل التي تحيط بحياة المرأة بشكل عام التي ينبغي أن يعني تلتف حولها مجموعة من الأمور ذات يعني البعد الأخلاقي والبعد القيمي والبعد الديني بشكل كبير ما كانت شي واحد اللي سول ولا اللي قال علاش وكيفاش كنا عايشين بحال المزوجين في البداية نحن عاودي لي كيفاش تمشيتي عنده كيفاش ديتي حوايجك وداك الشيء ما تحد ما سول تحد ما لا حتى واحد ما سول وكان واحد الجار في الأول بحال بغى يدير قال لي وراه مراتي هذه يعني عشنا حنايا عايشين إمتى غادي النهار غتجي عندي أختو بحال غيتيقوا هذوك الجيران اللي ساكنين معنا أنني رانا مزوجة بهذا السيد جيتي سكنتي مع السيد احكي لي كيفاش كانت دوز الايام ديالكم واش كتحسي براسك مثلا غير صديقه ديالو ولا فريمون كنتي كتلعبي دور الزوجه كيفاش هو كان كيتعامل معاك كنلعب دور الزوجه كنطيب الغدا نوجدوا العشاء نخرجوا غادي للخدمه بحال راه حنا مزوجين يا الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الصباحات وجهوا فراسكم غتجيبوا فراسكم غتجيبوا فراسكم الله يهديكم يا ربي السلامه صافي يا كريم بلا ما تحشي عليه ما قادين على صداعات الصباح صراحه راه خصني نمشي نفاريها معاه هنيت شتي كريم هادشي كله كديرو انت شتي فين وصلتينا شتي على مواقف كتحطني فيهم شحال مره قلت لك يا كريم انا راه ماشي ديال هادشي من حقي حتى انا نخرج وراسي مرفوع ولا انت كاع ما مسوق لهادشي اصلا ياك حيت انت راجل انا اللي كرامتي كتمرمد في الارض والله يهديك الصباح هذا واش وقت نهضروا في هذا الموضوع دابا كيفاش واش وقت نهضروا في هذا الموضوع امتى نهضروا فيه يلا نمشيو بعدا نخدموا ونبدلوا الوقت ودور فينا الدم عاد نهضروا في هذا الموضوع الله يهديك واخا مولاي كريم يلا نمشيو للخدمه ما عرفتي متى غيهديك الله وتمشي تهضر مع والديه ما عرفتش وصافي صافي شي شي هذا النهار هذا بحال اللي كتشوفي فيه كاس مع والديك ما بقى والو قد ما فات المساكنه
هي اتفاق رجل ومرأة على السكن تحت سقف واحد بكل مقومات المتزوجين بكافة أشكالها وأنواعها. ما ينقص هذه العلاقة هو عقد الزواج بأبعاده الدينية والاجتماعية والأخلاقية، لكن المساكنة كسلوك هي مرفوضة من طرف المجتمع المغربي، مرفوضة أيضا من طرف حتى البناية التي يمكن أن يسكن فيها هؤلاء، وبالتالي بمجرد علم الجيران وحتى المجتمع بشكل عام فهم يرفضون جملة وتفصيلا مثل هذه العلاقات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية سواء على الأطفال أو على الجيران أو على المجتمع إلى غير ذلك من الأشياء. وبالتالي المساكنة تعد عملا شاذا ومرفوضا من طرف كل فئات المجتمع المغربي. يعني وعائلتك كتعرف فيها تعرفوك؟ كان واحد المرة جاب أختو عندي للدار. جات للدار. يعني كيفاش جات غريبة، قالت لي ما فهمت أنا كيفاش ساكنة مع واحد ما واخدك ما والو ما هادي. وانت كيفاش استقبلتيها عادي؟ يعني ما حسيتيش بالإحراج؟ لا جاتني عادية. يعني جاتك عادية. واخا وشنو قالت هي؟ شنو كان قلت لي؟ جات هي غريبة، قالت لي زعما ما عرفتش، قالت لي احنا كما قلتي انت بلد مسلم هادي عيبة شوية هادي. وجاتني أنا عادية. جاتك عادية هكذا. أنا فرحت ملي جات خطو. يعني ضايفتيها؟ لا ماشي من هذه الناحيه، بيان سو ضايفتها، من ناحيه اخرى ان الجيران ما بقاتش هذيك النظره، مادام جات اختو راه واخدني. والله الا هي. شكون السيده؟ هذه لالا راه اختي وجات تشوفني. ولي على اختك، مريا على احراج طحت فيه كريم. انا خويا غنمشي وغنخليك معاها. تي اجي فين غادا تمشي؟ هادي فرصة نيت فين تعرفي لها وتعرف عليك، أنا غنعاود لها كلشي. يلا 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 نزلي. مصيبة هادي يا كريم. كنتي نزلي. أهلا 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 أختي. أهلا. كديرة؟ لاباس عليك؟ بخير. بخير. أش كتعاود؟ لاباس الحمد لله. كيداير الوالد؟ صافو؟ لاباس. لاباس عليك. الوالد والوالدة كلشي بخير؟ الحمد لله كيسلموا عليك. الحمد لله. أش هاد الأناقة هادي عاوتاني؟ لا لا يخطيك. وراك مونس بعدا. واه يلا يلا خيش على الدار. يلا على بركة الله. زيد 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 صافي كريم صافي ما يربيش هاد المصيبة هادي. يا لاباشر دخلوا دخلوا. لا لا شي بزاف لقاو شي حل هادشي بزاف علينا هادشي بزاف بزاف. أعتقد أن خيار المساكنة يعني تتدخل فيه مجموعة من الأمور الأساسية من أهمية التنشئة الاجتماعية، وهو كيف يعني تربى هذا الشاب أو هذه الشابة وكيف اختار طريقه مستقبلا. أعتقد بأن هذه الخيارات التي نختارها فهي تتأتى انطلاقا من التربية التي تلقيناها من أسرنا. فخيار هذا الرجل أن يختار امرأة تسكن معه وأن تقبل أيضا بهذا الاختيار أن يعيش في سقف واحد هو فعل مفاجئ، لكن الأكثر المفاجأة هو حينما يعني تأتي أخت هذا الشاب وتجد امرأة أخرى مع شقيقها في نفس البيت أيضا شعرت بنفس الصدمة، وبالتالي أصبح التفكير في الحل والتفكير في الخروج بأقل الخسائر من هذا الإشكال هو الهم الذي يشغل الأخت والأسرة وحتى الشاب أيضا. بلا ما يكون هناك زواج شرعي وهي رخدات حيت قالتها لي قالت لي زعما قالتها لك انت يعني شنو قالت له هو؟ ما عرفتش انا. المهم قالتها لي انا قالت لي شوفي شويه غريبه انك ساكنه مع هذا. قلت لها عادي قلت لهم الاوروبا مالهم كيجلسوا هكا مالها هكا. دونك صافي ومشات في حالها وعادي بقات كتجي كتزوركم ولا مرة كتجي عندكم؟ كتجيك متقبله الامر هي؟ عادي صافي عرفات. هي شنو اختو شابه ولا مزوجه؟ لا شابه باقي ما مزوجاش. صافي ما ديروا في راسكم والو، هذاك الجار حسابي مع هو الاخر. يلا غتسمحوا لي نمشي نجيب شي حاجه ونمشي صافي. مرحبا بك اختي، نهار كبير هذا. الله يخطيك. نسولك واش انت ساكنه مع خويا في الدار؟ ساكنين مزوج ولكن غير بما لقيت الكرا. انا كنت جيت هنا لكازا وما لقيتش الكرا وبقيت في خوك مسكين وقال لي يعاونني. وداركم في خبرهم هادشي ولا؟ في راسهم. ياك هنا كتجيني صعيبه شويه اولا. عندك الحق وقيلا زربت في هذا القرار شويه.
ما عرفتش شنو هما الانسان ما خصوش يدير هكا، لا تقاليدنا ولا ثقافتنا كتسمح لنا نديرو هكا، مي ما عرفت كل واحد كيفاش كيفكر. انا كيف ما قلت لك غير قلت انا وخوك اصدقاء وخدامين بزوج، قلت علاش لا نتوانسوا حتى في الكره حتى هو. لا انا تيبان ليا فايد داكشي ديال الكره ومتطور بزاف بيناتكم. شكون اللي مقلقك انت دابا؟ مقلقك خوك ولا مقلقك انا؟ لا صراحه انا ما بقيتش كنفهم هادشي اللي ولا البنات ولاو سايبين وعادي بنت تعيش مع راجل بلا زواج. ما فهمتش انا الوالدين فين هي التربيه ديالهم هنايا. اسمحي لي على درتي. لا ماشي مشكل، غادي تكوني عجيتي عيان ياك ماشي مشكل، غادي نمشي ندير كاس اتاي ونرجع غير ارتاح. اعتقد ان خيار المساكنه هو خيار ليس ظرفيا ولا خيارا انيا، بمعنى لا يتاتى في لحظته بل يدخل ضمن التنشئه الاجتماعيه التي تلقاها الفرد، وبالتالي مهم جدا هنا ان نتحدث عن دور الاسره واهميتها في تنميه او في تربيه الاطفال بشكل عام، لان هي التي تحدد المقومات وتحدد السلوكات وتحدد ايضا حتى الخيارات والخيارات المستقبليه. هنا انطلاقا من القصه التي بين ايدينا اليوم نتفاجأ لماذا هذا الشاب اختار هذا الخيار، وايضا حتى حينما يعني جاءت اخته الى البيت لم تتفاجأ بالدرجه التي ينبغي ان تتفاجأ بها حين علمها او حين يعني وجدت امراه اخرى تسكن مع شقيقها في نفس البيت، تعاملت مع الوضع بشكل طبيعي، وهذا يظهر جليا مدى ابتعادنا ومدى بعدنا عن المقومات والاسس التي يعني ينبني عليها المجتمع المغربي سواء ثقافيا او اجتماعيا او سلوكيا وحتى دينيا. ما كنتوش كديروا دي بروجي؟ لان كنعرفوا مثلا ان كوبل كما كان الحال واخا مزوجين ولا انفان كوبل خاصه اللي مزوجين او الناس مخطوبين غيتزوجوا تيكون عندهم مشاريع مع بعضياتهم، احلام مشتركه، بغينا نوصلوا واحد النهار نديروا هذه، بغينا نديروا هذه، كيهضروا على الوليدات، كيهضروا على غنشري واحد الدار، تيكونوا بوكو دو بروجي ما بين ديال الناس اللي اختاروا انهم يعيشوا مع بعضهم خاصه المتزوجين. هذه النقطه كان هو كنحسبها انا انانيه من عنده هو، علاش كنا كنتعاتبوا على الفلوس؟ كان هو باغي يدير بروجي ديالو بوحده كيجمع الفلوس، قال لك باغي ندير بواحد المحل وندير فيه مشروع وندير هادي وندير سناك صغير وهادي وهادي. هو اللي خلاني انايا كنتعاتب معاه وهادي، انا كنخسر ما عندي لا، كنقول صافي الا دار هو راه بحال درت انا. يعني وشنو كان ضامن لك انه هذاك الشيء اللي غادي يدير راه ليك انت وليه؟ ما ضامن لي والو، انا عاي كنقول انا عايشه النهار بنهارو. يعني عايشه النهار بنهارو، ما كنتيش كتعطي شي انفستيسمون في الفلوس معاه في هذا الشيء ولا كان؟ كنت كنصير انا، بعض المرات كنخلص الكرا انا. يعني ملي كيقول لي لا راه شوفي هذوك الفلوس راه غندير بهم هذه، كنقول صافي راه يمكن راه فلوس كاينه ثقه. مادام يعني عايشين في دار وحده واكلين ماكله بوحده وهذه راه كاينه ثقه. دابا انت كتقولي مع راسك هذا الراجل وهبته نفسي ما يمكنش واحد النهار غادي يغدر ولا غادي يدير شي حاجه ما يطيحش لك على البال. يعني ما تتقوليش ولا غادي يشوف فيا شي نظره ناقصه ولا غادي يقول هذه ما نقدرش نثق فيها ولا لا. عرفني معاه عايشه، عرفني في كل شيء، رانا عايشه معاه ليل يعني نهار. انت كتاب مفتوح صافي قدامه في كل شيء. مالك ياك لاباس؟ خويا هادشي بزاف، هادشي بزاف عليا، صافي انا ما بقيتش قادره نصبر. واش اخويا الريال اللي شديتو نصرفو عليك؟ ها؟ انت فلوسك تمشي تجمع وانا نصرف عليك؟ انا غير قول لي بغيت غير نفهم، واش خبزه هي الاخرى انت ما كتجيبهاش؟ وانت يا حبيبي راك عارفه اني انا كنعاون الدار وكنجمع شويه باش ندير انا شي مستقبل وندير انا شي حاجه نخدم بها مع المده. ياك اخويا انت تجمع فلوسك ودير مستقبلك وانا؟ ها؟ واش انا ما عندي احلام، ما عندي والدين، ما عندي مستقبل والو؟ ياك ما بغيتينيش نجمع حتى انا فلوسي وندير علاش نرجع اداء النجاح نتوما. انا كريم بغيتك تعطيني غير شي ضمانه، واش انت ما مزوج بيا ما داير بيا عقد؟ واش انا نصرف عليك وانت رزقك تجمعو؟ شنو اللي ضمن لي انا غدا ولا بعدو غادي تلوحني؟ شنو اللي ضمن لي؟ صافي نسيتي خيري دابا ياك، وليتي انت كتصرفي عليا، غاتقديتي جوج بطاطات ومطيشه رديتي راسك صافي انت اللي معيشاني، والله يخلف عليك يا لالا. واش ما بقاتش شي واحد يهضر على حقه في هاد الدار؟ وباز اخويا والله الا باز باز. العيشة في هاد الدار ولات حارة.
يجب أن نقتنع بأنه لا وجود لفعل أو سلوك محرم شرعا ومرفوض قانونا إلا وله نتائج وخيمة، إلا وله نتائج سلبية يمكن أن تكون على المجتمع ويمكن أن تكون على الأفراد والجماعات بشكل عام. هنا نلاحظ من أهم المشاكل التي يمكن أن تطرح منذ البداية هو المسائل المادية، كيف يمكن أن نتدبرها داخل مجتمع المساكنة، بمعنى هل سيقوم الزوج بدوره كاملا في أداء واجباته باعتباره زوجا في غياب العقد، أم أنه سيعتبر بأن المسألة هي مسألة ظرفية وتحتكم إلى مدة زمنية محددة، وبالتالي ينبغي أن نقتسم كل الأشياء الموجودة داخل هذه الأسرة من أهمها الأمور المادية. شنو وقع من مورا؟ غيوقع واحد النهار كان عندهم شي حفل في دارهم شي حضور، قال لي شوفي وجدي لي الجلابة والبلغة والمسائل، رانا عندنا واحد الحضور، وطلبت وقلت لي نمشي معك وداك الشيء، قال لي لا وانت باش من الصيف اختي هي كتعرفك ولكن الاب ديالي والام ديالي ما كيعرفوكش، خلي بعداك تنفرش ليهم وعاد نديك. صافي مشى، قلت انا يا سبت انت اللي وجدتي لي حوايج، انا اللي وجدت لي الحوايج وكلها هي صدمه العمر. ملي مشى ما احساس ما جانيش، حيت هذيك الفرحه اللي في عيني، قلت واخا يكون غيتزوج هو ما يدير هذه الحاله، يعني ما كان بيناتكم لا مشكل لا حتى شي حاجه؟ لا عادي ما بيناتنا حتى حاجه، مشيت للمصبانه جبت لي حويجاته وكلشي، قاديت لي اموره غادي معاملته معاه كيفاش كان؟ عاديه. قلت انا يا راه غادي زعما كبرت بيه يمشي هكا، هي عاده ملي كيحضر مثلا في شي حاجه بحال هكذا تيوريك تصاور تتشوفي الا اقتسم شي حاجه في لي ريزو سوسيو ولا كتشوفي هذا الشيء. ايه ولكن انا راه دابا هو يلا مشى باقي ما شفتو لا تصاور لا حتى حاجه هكذاك، هي هذيك المشيه غادي يمشي. مشى صافي ما داش حوايجو كاملين، لا باع اللبسه اللي غادي يلبس. حبيبه مازال مخلقه مني سيمانه كريم، سيمانه ما تعيط في التليفون ما تسول، الحقيقه عرفت قيمتي عندك وحتى في الخدمه قالب وجهك بحال ما عرفتي شنو دايره لك. والله يهديك صافي المسامح، راني توحشت الطياب ديال يدك، ودي صوب لنا شي فراتع اتاي وشي طويجي من دوك اليد ديال الزوينين. واخا يلا كيف بقات الوالده شويه؟ لا بس الحمد لله، سول فيك الخير. ايوا الحمد لله. الو الوالد كيدير بخير؟ لاباس عليك؟ صحه مزيان صحيحه الله يحفظك. كيفاش ولكن الوالد كي غادي ندير؟ صافي الوالد صافي صافي واخا ان شاء الله واخا. مالك اش واقعك لاباس؟ وغير الوالد هو الله يهديه قال لك شي مناسبه عائليه وضروري خصني نحضر. وصافي مالا شنو فيها مزيان سير ميت تبدل الجو، اصلا حوايج غير مصبنان خصني غير نحددهم وسير. هادشي اللي غادي ندير. كريم قول لي شنو بالك نمشي معاك؟ والله حتى هذه هي الفرصه فاش نشوف والديك ويشوفوني، والله ما غنلقاو احسن من هذه قسما بالله. الله يحفظك يا كريم خليني نمشي معاك عافاك. لا ما يمكنش خليتها من بعد، مالكي زربانه مالك؟ ماشي قد المقام ياك كريم، شوف دابا الناس كاملين شنو ولاو كيقولوا عليا، ولكن ماشي مشكل نستاهل انا اللي درتها لراسي، ماشي مشكل. دابا ديما غتبقاي تنكدي علينا بحال هكا، بركه من الدراما بركه من السينما. حتى لينا كريم 4 سنين وانا صابره عليك، حتى لين واش ماشي من حقي حتى انا تفرحني واخا غير شويه؟ بزاف هادشي والله حتى بزاف. انت يلا قلتي 4 سنين شوفي دغيا دازت، صبري وزيدي صبري شويه. ها انت حقه شوفي انا غادي نمشي للحمام ديال الزنقه ونجي عافاك نلقاك صلحتي ليا جلابه صافي يلا وضحكي ليا شويه ضحكي بركه من دوك الدموع طلعوا ليا في راسي. فرحان مع راسك ياك؟ شنو بغيتيني نبكي؟ نبكي بحالك وضحكي صافي واللي فيها الخير هي اللي غادي تكون. يلا شوفي انا غادي نمشي عافاك صلحي لي داكشي مزيان. عرفتي الشي فين غيسالي؟ يا ربي تنشيت من دير الخير، هاد العراضة ما مرتاحاش ليها.
فيسبوك. فيسبوك لابسه تقشيطه، قلت لها تقشيطك زوينه تعرفي حديث العيالات هذه، تقشيطك زوينه عند من خيطتيها هذه هذه. قالت لي راه هذه، قلت لها واحد دور هذه، قالت لي راه كنا في هذا راه تعرفي هذه العائله اللي مشينا عندهم. راه صاحبتك خت فلان هو اللي تزوج. هي ما عرفاكمش مع بعضياتها؟ لا ما عرفاناش. كتعرف الاخت ديالو؟ كتعرف الاخت ديالو، لان الاخت ديالو راه كتعرفني. عاد باش انت سقتي الخبر بانه عاد وصلت انه هو الزواج ديالو. هلا الزين، قولي كي داز داك الشيء البارح؟ لا شي اختي اولي ما تقوليش هي من فراسكش. لا الفيديوهات والتصاور دايرين في الفيسبوك وفي حتى عند البنات الخدمه كلشي فراسو. على ما فراسك العرس ديال كريم. كريم انا اختي فيديوهات وتصاور وعرس ديال كريم ما فهمتش. ويلي انا والله لك يصحاب لي انا فراسك العرس، انا نوريك انتي انا وصلوني كلشي. شوفي انت انت السيد بارز وفرحان وعاجبو الحال، انتي شتي كراش قالي؟ شوفي شوفكي ويلي زعما تقولش لي ما فراسكش. ويلي انا ولد الحرام. ناري سمحي لي يا اختي انا سحب لي فراسك. ويلي على الغدار. ناري سمحي لي يا اختي. ويلي ويلي ربع سنين، ربع سنين وانا كنصرف عليه، ربع سنين وانا هزاه ومعيشاه، انا اللي حددت ليه دوك الحوايج بيدي، انا اللي صيفطته يتزوج بوحده اخرى، ربع سنين وانا كنوجد فيه لوحده اخرى، ربع سنين غدار، ربع سنين شو خلاني ضيعت معاه ربع سنين من عمري، وبين العود الحرام. لا لا ميمكنش ويلي لا 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 ربي يا ربي شنو غندير؟ الغدار والحرام. انسجاما مع ثقافة المجتمع المغربي أعتقد بأنه من الصعب جدا على أي أسرة أن تقبل بزواج ابنها من امرأة كانت تعيش معه في ما يسمى بالمساكنة لأسباب تعود إلى الثقافة، تعود إلى العادات، إلى التقاليد، إلى غير ذلك من الأشياء. لكننا لا نفكر بأن هذه المرأة أيضا كانت لها مجموعة من الأحلام، وكانت ترسم أمامها مجموعة من التخيلات والتهيؤات، وقدمت كافة شروط الدعم لهذا الزوج لأنها تعتبره يعني بصدق أنه زوجها المستقبلي، ما تحتاجه وثيقة بسيطة تثبت بها هذا الزوج. لكنها في نهاية المطاف تتفاجأ وتصدم من غدر هذا الزوج الذي نسي كل التضحيات التي قدمت من أجله وتخلى عنها في لحظة من اللحظات. شنو وقع ديك اللحظة؟ هذيك اللحظة فاش نتي كتهضري مع السيدة واش تيقتي ما تيقتيش؟ شنو لا بروميير شوز كاع؟ لا راه حيت صيفطات لي الفيديوهات وصيفطات لي الصور حيت ما تيقتش. قلت لها ما يمكنش هذه، قالت لي لا علاش ما عرضوش عليك راه هذه راه هي ما عرفاش اش واقع. لا ما عرفاش انني راه بيني وبينه. قلت لها هذه المسألة كنتي كتكلمي عليها؟ كنتي كتقولي الناس راه ساكنة مع هذا السيد؟ لا في الخدمة؟ حتى في الخدمة ما عارفينش بزاف قليل. هكذاك دونك لقيتيه بأنه العرس ديالو؟ العرس ديالو. شنو درتي؟ مرضت. لا ما زيتيش تليفون تعيطي لي؟ كنعيط طافي التليفون ما كيجاوبش نهائيا. أختو؟ حتى هي ما كتجاوبنيش. حيت شي تقريبا أسبوعات بجاوه. آه لا لا. سيمانة ما كيجاوبك لا في تليفون لا والو؟ كيجاوبني ما والو. ولي كتصيفط لي ميساج والو؟ كنصيفط لي ميساج كيقراهم وما كيجاوبنيش. صافي دخلت في حاله نفسيه صعيبه مرات. ما قلتيش مع راسك يقدر يكون غير كذوب ولا انت شفتي لي فيديو؟ شفت الصور وشفت لي فيديو موثقين هذاك الشيء ماشي يعني. شحال بقيتي على هذا الحال؟ حتى جا من بعد شحال ديال الوقت؟ جا بعد اسبوع. سيمانه؟ سيمانه اه. سيمانه جا الوغ؟ ما كان عنده حتى مبرر، قال لك لا امي اللي اختارتها ليا وما قدرتش نقولها لك، وانا واخا هكاك ما كنبغيهاش هذاك الزواج التقليدي وغادي نبقى معاك نسيه، ورغم هكاك نمشي عند المراه هذه ولكن تبقاي نسيه في الصوره وعلي. كيفاش؟ بغا تبقاي انت وياه ساكنين اونسومبل؟ ها والمراه ديالو راه حيت عايز زواج تقليدي جابتها لي امه بنت الخاله ديالو. هكذا والاخت ديالو عارفه كاينه في الوجود. اه دونك الام ديالو اكيد غتكون عرفات. لا
يعني غتكون عرفات بانك انت كاينه في حياته. ولكن راه جوجاتو الاهم، راه هي جوجاتو. يعني انا غنبقى غير صاحبتي اللي ساكنه معاه. خليله مالك ياك لاباس؟ ياك مدوي معاك شي حد؟ مالي كتقول لي مالكي؟ بغيت نعرف واش هذاك وجهك اللي لقيتيه. انا بغيت نعرف حاجه واحده، واش انت كتعتبر راسك راجل؟ واش كتعتبر راسك راجل؟ تزوجتي ياك؟ تبارك الله لي ولي السلطان. انا غادي نشرح لك، راك ما فاهمه والو. هانتي سمعيني، شنو تشرح ليا؟ شنو غتقول ليا؟ اربع سنين وانا مقابلك، اربع سنين وانا هزاك، اربع سنين وانا كنصرف عليك، تحديت عائلتي على قبلك، الاخر الاخر كتجي تزوج بواحد اخرى. هانتي عافاك، شوفي اسمعي لي وغادي تفهمي كلشي. انتي راك مراتي ورا ما نسمحش فيك، وعمرني نسمح فيك. واش عقلتي فاش كانت كتجي عندنا اختي؟ مشات عاودت لموالين الدار كلشي وفهموها غلط وخذوا عليك واحد الفكره خايبه. وشي نهار عيطوا لي ديك النار، انا راه ما في خباري والو. حتى مشيت لقيتهم موجودين للعرس وموجودين لكلشي وموجودين بنت خالتي وما. صافي انا ما بغيتش نخسر علاقتي مع خالتي ودرت لهم خاطرهم. انا راه مظلوم والله مظلوم مسكين. هانتي هانتي دابا في الدار، واش درت عليك شي حد؟ هانتي انتي مولاش الدار. واش درتي العقد؟ واش برزتي؟ واش تزوجتي؟ واش عرضتي على الناس؟ سالينا ربع سنين وانت كتكذب عليا وانا متيقك بحال الهبيله، ربع سنين وانا هزك، ربع سنين يا كريم كرهتك الغدار، كرهتك تفو، كرهتك كرهتك الغدار. صافي اش بغيتي؟ يلا تبارك الله عليك، يلا يلا زيدي صافي. صافي ما كتب باع مالك صافي. راه نولي غلط فك اصاحبي. ياه تبارك الله، بسم الله. اعتقد بانه من الخطا جدا ان نتحدث عن المسكنه باعتبارها فعلا يضر بالمراه فقط، ولكنه في الحقيقه يضر ايضا حتى بالرجل من خلال سمعته وكرامته. لذلك ينبغي ان نؤكد بان الفعل المسكنه هو فعل مرفوض ولا ينبغي أن نقبل به بأي شكل من الأشكال، لأنه لا علاقة له بأصولنا ولا بثقافتنا ولا بتربيتنا. وينبغي أيضا حتى في مسألة التنشئة الاجتماعية أن ننبه أطفالنا وأولادنا وحتى شبابنا إلى المخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذا السلوك الشنع الذي لا يمكن أن نتنبأ بالنتائج الذي يمكن أن تترتب عنه. شنو درتي؟ جمعت حوايجي ومشيت ورجعت لدارنا، خرجت من الخدمة. رجعت لدارنا صافي، دخلت في واحد الحالة اللي صعيبة بزاف. مشيت عند الدكاترة ما خليت، أمي كتقول لي لا داروا لك شي حاجة، ما تقبلوش أنني راه طرا لي مشكل، هو اللي دخلني في هاد الحالة بحال هكا، كيسحبوني عيك لي شي حاجة ولا تعرفي. هو يعني ما حاولش يصلح، ما حاولش يقترح عليك الزواج، ما حاولش. هو فرح أنها صافي جات من عندي. أنني تهنيت، ولكن الغلط ديالي أنا. الغلط انا هي المسؤوله على اي حاجه، انا المسؤوله. الله يجازيك. علاش كتهضري معنا ببروده؟ يعني دابا بحال نقولوا بحال قلبك قصاح. قصاح، لان يمني ما بغيتش نبكي، لانني ملي كنتفكر هذيك اللحظات اللي دازوا عليا الحمد لله اللي ما نصحت، ما درت حتى حاجه في راسي. اربع سنين ضاعت حياتك. خرجت بحال ما عرفتش، بحال ضريت بزاف. تشمت الوغ هنا، كانت ضربة صعيبة. هنا غتردي البال بأنك فعلا كنتي كتنتظري الزواج، ولكن كنتي كتنتظري الزواج من هادشي، لأنك كنتي كتقولي ما كانش عندي غرض في الزواج، والانتظار ديالك هو أنك تزوجي به واحد النهار أو لا تكوني يعني أنت المرأة الوحيدة في حياته هكذا. بنيتي توحشتي شي حاجة نطيبها لك؟ وقيلا توحشتي طيابي. توحشتك كلك يا ماما. سمحي لي، سمحي
عليا بزاف. ودابا علاش كتبكي؟ راه البكا مورا الميت خساره. انا ماما اللي درت هادشي كله لراسي، كون سمعت كلامك ما يطراش ليا هكا. شوفي بنيتي، انتوما هاد الجيل اكبر مشكل عندكم هو هاد الفهمه الزايده، كتبغيو تعرفوا كلشي، ما كتصنتوش لوالديكم بزاف، باغي نديروا كلشي في خطره، ما باغي لا تقراو لا تخدموا، ما عندكم شروط بلا قياس. هاو بنيتي، ياماتكم خايبه بزاف كاع، حنا ياماتنا داز الزينه، نتوما لا احترام لا اداب. صافي ماما، صافي اللي فيا كفياني صافي. شوفي انا ما باغاش نزيد عليك، واش بنيتي ربع سنين ضيعتيها في عمرك، ما جمعتي فلوس، ما درتي راجل، ما درتي دار، ما درتي وليدات. ماما بارك عليا، بارك عليا عافاك، بارك عليا اللي فيا كفياني صافي. انا قلتها لك، راه نتوما ما كتسمعوش، واش دابا اللي بغى يعطيك النصيحه حتى هي ما تسمعيهاش؟ وصافي دابا اللي طرا طرا. دخلتي في علاقه مع شي حد اخر باش الغرض الزواج، ولا واش تقدم لك شي واحد؟ واش الحمد لله دابا انا مزوجه وعندي بنيه. تزوجتي. انا جيت نعاود هذه القصه باش نعطيها عبره للناس، انك عمرك تسمع اولا هضره الوالدين، ثاني حاجه ما كاين لا مساكنه لا زواج بلا اوراق لا والو، العقد هو اهم حاجه. الوغ الزوج ديالك عارف هذه القصه؟ عارفه ولكن ماشي بهذه التفاصيل كيف عودتها. عارف انك دوزتي فتره اللي ما اللي صعيبه، ماشي فيير بها، يعني ماشي فخوره بها. لقيت ولد الناس الحمد لله، علاش قلت لك ان الناس ماشي بحال بحال. وهنايا يعني ما قلتيش مع راسك الوغ الزوج ديالك مثلا هذا اللي تزوجتي به، واش كان من الشروط ديالك انك تزوجي معاه ولا كيفاش يعني داس؟ لا خديت درس مع مني عاود كيما هضر معايا، تلاقيت معاه، جيت اخدي من دارنا العقد صافي ومشيت. يعني ما كاينش ديك التقاليد المغربيه اللي درت كيف ما داروا والديا وجدودي، ما بقيتش هذيك. صباح الخير الغزاله ديالي. صباح النور. انت اللي قبل عيان بغيت نفيقك. شكون عندي من غيرك تفيقيني وتفطريني؟ بلا بيك ما نسوى والو. لهلا يخطيك راجلي الحبيب، انت هو تاج راسي. لهلا يخطيك عليا مراتي العزيزه. ايوا العطله قربات، فين هاد العام ان شاء الله فين غنمشيو؟ فين بغيتي يا لالا نهيله؟ واللي مناسبك مناسبني. اش ظهر لك هاد المره نشوفو الجنوب؟ وفي الصراحه السياحه في بلاد دابا كاينش ما احسن منها، واللي حليتي عليها فمك كاينه، ها البحار ها الغابه ها الصحراء، نمشيو فين ما بغيتي. الا بغيتي تخرجي نصيفط لك الشيفور يوصلك. لا صافي غير سير ودي معك الولد للمدرسه، وانا الا بغيتك نعيط لك تونسني، راك انت هو العمر وتاج راسي وراجلي العزيز. وبارك عليا باش ما نزيدش ما ندير ناقص من هذه الخدمه عاوتاني. القصه التي شاهدنا اليوم هي قصه حقيقيه، يعني تعطينا نتيجه من نتائج المساكنه، لكن لحسن الحظ نتائج اليوم كانت إيجابية، وأعتقد بأن الفضل في ذلك يعود إلى المرأة التي تصرفت بعقلانية وبحكمة وأعادت القطار إلى صوابه وإلى سكته الحقيقية. كان يمكن للأمور أن تخرج عن السيطرة، وأن هذه المرأة أن تتصرف غير لائق وأن تصرف بشكل عدواني قد يضر بها، وأيضا يمكن أن يضر حتى بالزوج، لكنها كانت أكثر نضجا في مقابلة الزوج أو في مقابل الزوج الذي كان أكثر نذالة وأكثر يعني غدرا في حقة. الأمر هنا نتأكد بأن الخطأ هو ليس النهاية، بأن الإنسان يمكن أن يطور نفسه ويمكن أن يتعثر لمرات، وهذا طبيعي وعادي جدا، بأن النجاح أن يترتب على الفشل هو النجاح الذي تكون له قيمة وتكون له قوة ويعكس قوة الفرد، وأن الإنسان مهما أخطأ فهذه الأخطاء هي التي تقوينا، وهذه الأخطاء هي التي تعيدنا إلى الطريق السليم. شنو رسالتك للفتيات؟ حيت كنعرفوا دائما في واحد السن هذه طبيعة في الإنسان، البنت كتبغي تقرر فارس الاحلام من غير كل وحده وكيفاش كتشوف الامور، كاين اللي كتبغي التحرر، كاين اللي كتبغي تلقى واحد الراجل اللي في جنبها الى غير ذلك، وكاين بعض المرات كنلقاو ان كتبع القلب ديالها والاحساس ديالها، ما كتفكرش بعقلها يعني بلا ما تضرب الحساب لي كونسيكونس. شنو نصيحتك للفتيات؟ نصيحتي للفتيات الحاجه الاولى يسمعوا الوالدين، حيت انا اول ما قلتها لامي قالت لي هادشي ما خدامش ليك،
ولكن تحديتي الام ديالك. تحديت الام. انا يمكن الام ديالك كان خصها تكون اكثر صرامه. لا تقوليش مع راسك كان خصها بنيت فعلا. وي ولكن حيت بحكم بعيده عليا وهذه ما مسكينه قالت لي واش شوف اللي بغيتي. انت جريئه انك تكلمتي مع الام ديالك في هذه المساله. قلت لها في الاول قلت الله يحفظ توقع شي حاجه وما امي راه تعرفني فين ساكنه ومع من ساكنه وكيفاش ساكنه. انا خديته كحمايه بعدا. ما عمره ما كانوا جاوا عندك انت العائله. لا ما عمرها ما جات عندي الام ديالي. خديته كحمايه غيحميني انني ساكنه مع راجل عادي. باش توقع شي حاجه. شي حاجه. النصيحه اللي ندير بها البنات هما لا داعي لهاد المساكنه. صافي حيت حنايا بغينا نقلدوا الغرب. شي حوايج اللي ما لا قادينش عليها. ما قادينش عليها حيت انا با ولا امي ولا جدي وجده ولا هذه ما كانتش مساكنه كانت يعني زواج تقليدي عادي. هذه اللي ننصح بها كاع البنات. من اكثر الاشياء اللي يصعب الفهم ديالها في الحياه هي العلاقات بين الناس، العلاقات الانسانيه عامه وخاصه العلاقات ما بين المراه والرجل. احيانا تنتهي بالزواج، احيانا اخرى ما كتساليش بالزواج، ولكن بين هذا وذاك اشياء كثيره كتخلي طرف كيقوم باشياء احيانا لا تفهم لاجل الطرف الاخر. غادي نتلاقاو حنا وياكم مشاهدينا في حلقه جديده وعبره جديده. الى اللقاء. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات.